اليوم كنا على موعد مع مشروع جديد. هذا المشروع هو مشروع الصوبات الزراعية الذي انطلق من قبل بقرار من القيادة السياسية لكي يتم تحقيق ليس الاكتفاء الذاتي فقط، وإنما عملية التوازن بين الأسعار الموجودة في السوق، بين القطاع الخاص، بين ما توفره الحكومة، من أجل هدف أساسي في النهاية هو ضبط الأسعار ومحاولة التخفيف عن كاهل الطبقات المصرية في كافة المستويات. اليوم كنا في قاعدة محمد نجيب العسكرية. هذه القاعدة هي الأكبر والأهم في إفريقيا والشرق الأوسط. هذه القاعدة قاعدة عسكرية فيها كافة الأسلحة والجيوش. تم اختيار الموقع واختيار التوقيت واختيار كل ما تم عمله في هذه القاعدة بمقاييس وبتوقيتات مقصودة ولها دلالة. في افتتاح هذه القاعدة العسكرية طلب الرئيس من القائمين على الجهاز الخدمة الوطنية أن يكون هناك مشروع ل100,000 صوبة زراعية. هذا المشروع بيتكلف المليارات. هذا المشروع من شأنه أن يحدث حزمة من المنافع. أولا ضبط الأسعار في الأسواق، اثنين تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل الحقلية والخضروات، ثلاثة وهذا هو الأهم تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة استراتيجية ربما لا ينتبه إليها الكثيرون. أهم هذه السلع ربما تكون أخطر من ما يعتقد البعض، وهي التقاوي والبذور. البذور والتقاوي، ويعلم هذا صناع الزراعة الفلاحين والمزارعين، هي أخطر مدخلات العملية الزراعية، وهي أغلى وأثمن مدخلات العملية الزراعية. وتقوم مصر باستيراد ما يقرب من 97% من احتياجاتها من التقاوي والبذور. هناك دول بتقوم على اقتصادها بيقوم على زراعة وتصدير فقط التقاوي والبذور. يعني لن أزيع أسرار إذا قلت بأن هولندا وإسرائيل هاتان الدولتان هم الأول في العالم، دولتين من أكثر الدول التي تحقق وفرات وعوائد وقيمة مضافة من تصدير وصناعة، هي أصبحت صناعة وليست زراعة للتقاوي والبذور. خلينا نروح بسرعة وبعيدا عن التنظير. النهاردة اللي شفناه في قاعدة محمد نجيب العسكرية شيء يفرح. اللي شفناه في مشروع الصوبات الزراعية أو البيوت الزراعية اللي شايفينها قدامنا في الصورة بهذا الإنتاج، ده صور من الواقع. النهاردة اللي قدامنا اللي احنا شايفينه صور من الواقع، دي الزراعة المصرية بإيد مصريين، وده الإنتاج المصري للمواطن المصري وللسوق المصري، وبتكلفة وتخطيط وتنفيذ وإنتاج كله مصري 100%. تجربة زراعية إصلاحية جديدة 100% بتؤدي في النهاية إلى حزمة من المنافع. ربما الناس بتقول إنه عندي هذه الخضروات فالأسعار سوف تنخفض في الأسواق. صحيح الأسعار هتنخفض زي ما قال رئيس وحدة الخضر والفاكهة، يمكن إنه بتتوقع الشعبة انخفاض الأسعار 20% بعد افتتاح الصوب الزراعية. ده شيء رائع طبعا ومستهدف، لكن الرئيس النهاردة أكد على الآتي، أكد بشكل قاطع أنه ما تم اليوم بيتم لإحداث توازن في آليات السوق ليس بديلا لما هو موجود. اللي حصل من مشروعات وإضافة رقعة زراعية وإضافة منتج زراعي مش معناها أنه فيه تخبيط أو فيه تنافس ما بين الإنتاج اللي بيخرج من شركة الزراعات المحمية وما بين باقي الشركات. لا، الرئيس النهاردة أكد على أنه ما يجري في مصر كله لأبناء الشعب المصري، ويجب أن يكون هناك تنسيق وترتيب حتى لا يحدث ضرر على التجار ورجال الأعمال العاملين في هذا الاتجاه. لكن ما تقدمه الدولة من مشروعات زراعية أو صناعية لسه
قبل العيد بيومين كنا شايفين مشروع الفوسفات اللي في العين السخنه وانتاج الاسمده الفوسفاتيه اللي زي ما قلنا حدث وحصل الاكتفاء الذاتي. النهارده في الصوبات الزراعيه حوالي 1302 صوبه زراعيه على 10,000 فدان بيعملوا 20,000 فرصه عمل ولا 25,000 فرصه عمل. المشروع كله اجماليه اجمالي المشروع ان شاء الله 2021 يوصل اجمالي عدد العاملين فيه 300,000 فرصه عمل، 300,000 شاب هيشتغل، 300,000 بيت هيتفتح، 300,000 مشكله هتتحل نتيجه توفير 300,000 فرصه عمل. فرص عمل بتدر دخل، هذا الدخل بيفتح بيوت، هذا الدخل بيحل مشاكل، ولما الناس والشباب يلاقي فرصه عمل بالتاكيد مش هيفكر في اي تفكير سلبي او اي طاقه سلبيه. في كل الاحوال هذا المشروع انا اطلق عليه مشروع القرن الزراعي الاستراتيجي اللي بيحقق لمصر ال 100,000 صوبه زراعيه، 100,000 بيت زجاجي او بيت زراعي. زي الرئيس النهارده ما قال بالورقه والقلم وبالارقام انه المنتج اللي هيطلع من الصوبات الزراعيه يقضي كام؟ يلبي احتياجات كام مواطن مصري؟ كام الالف صوب؟ كام مواطن؟ تخيل معايا كام مواطن؟ 20 مليون مواطن مصري. احتياجات الزراعات الحقليه والخضروات اللي بيحتاجها 20 مليون مواطن تم تلبيتها من خلال هذه الصوبات الزراعيه. الصوبات الزراعيه احنا مش مشروع رحنا نتفرج عليه ويساعدنا بشكل الحقول وشكل الصوب والانتاج وهذا العمل الجبار، لا، الموضوع اكبر واضخم واعمق من كده بكتير، ويجب ان ننظر اليه في مستواه الحقيقي وبحجمه الحقيقي. هذه المنطقه في الاول فهمي انا شخصيا، هذه المنطقه كانت منطقه مهمله، منطقه صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء على الاطلاق، منطقه الحمام. فجاه امتدت اليها يد الخير، هنعمل قاعده عسكريه هنا. القاعده العسكريه خلقت حولها ومعها وبها مجتمع جديد. مشروع الزراعه والصوبات الزراعيه بالمناسبه كم واحد بيشتغل فيها النهارده؟ قلنا كم واحد بيشتغل؟ حوالي 20,000 عامل، 20,000 مواطن هيشتغل في الصوبات اللي تم افتتاحها اليوم. طيب فيه كام واحد بالبلدي عشان الناس تفهم والناس تعرف. سألت النهارده سؤال واضح جدا، طيب هو في كام واحد من دول عسكري وكام واحد مدني؟ سؤال مهم جدا ربما بيتبادر الى ذهن البعض. المفاجأة من خلال 20,000 فرصة عمل، 20,000 فرصة عمل في مشروع الصوبات الزراعية، 1,000 صوبة زراعية، في كام واحد؟ 3 من القوات المسلحة، مدير المشروع واثنين مساعدين. 3 من بين 20 ل 25,000 فرصة عمل لناس مدنيين. النهاردة كنا موجودين لقين شباب من سوهاج وشباب من أسيوط وشباب من قنا وشباب من كفر الشيخ وشباب من البحيرة وشباب من القاهرة موجودين في قاعة محمد نجيب، اللي معاها بكالوريوس تجارة واللي معاها بكالوريوس زراعة واللي معاه دبلوم واللي عامل وغيره. شفنا الناس دي النهاردة موجودين من كل مكان. انتوا عساكر يعني؟ انتوا مجندين؟ لا. انت ظابط؟ لا. اما انت ايه؟ انا خريج تجارة او انا خريج زراعة او خريج هندسة او خلافه. موجودين فين؟ موجودين شغالين في مشروع الصوبات اللي احنا سيادة الرئيس النهاردة كان بيفتتحه زي ما حضراتكم شايفين بهذا الشكل. في كام واحد عسكري في هذا المشروع؟ ثلاث افراد، قائد مدير المشروع واثنين مساعدين. فاكرين المشروع بتاع العاشر من رمضان؟ المماثل الصوبات الزراعيه الاخرى اللي كان افتتحناها حوالي شهر يمكن فبراير الماضي، اعتقد شهر فبراير او شهر يناير. المشروع كله فيه واحد بس مدير مشروع بس عسكري والباقي مدنيين. يعني انا النقطه دي نقطه مهمه جدا، نقطه مهمه جدا. ليه؟ لانه في ناس تقول لك ايه الجيش اللي عامل، الجيش اللي عامل مشروع، الجيش عامل مشروع. هو كانت الحكومه عملت والجيش ما دخل يعمل معاها؟ هو كان القطاع الخاص عمل والجيش دخل يزحمه؟ هو كان المستثمرين؟ انا بتكلم بشكل واضح وبشكل بالبلدي بقول. عندما
تقاعص الآخرون لا يجب أن تقع هذه الدولة، لابد أن في جهة تقوم بالواجب. الجهة دي كانت الجيش.